يقول الشيخ هنا أن يعني لو زار أحد القبر يزوره للاتعاظ، يعني هذا حتى لو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث فإنها تذكركم الموت، يعني كل إنسان مصيره أن يموت، لكن إذا حضر القبور أو زار المقبرة أو القبور فإنه يستحضر ذلك، يستحضر أنه مصيره بالأمس فلان فلان كان بيننا واليوم تحت التراب. فهذا يدفع المسلم أن يستقيم، أن يجتهد في طاعة الله، أن يكثر من الاستغفار عندما يزور المقابر، ويستحضر ويتذكر أن مصيره مصير من تقدمه. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية.